زهين في العالي علي بسم البحرين بالبيرق الغالي تاريخش الزاهر في قلوبنا حاضر مجدك شموخ افعال بنا يتعطر الأحساب يلقى ما يطيب من جود طيبتنا يتعطر الأحساب يا سار يا محلاك تزيني في العالي فوقين وسم هالخير ما غيره هنوالي بحرين عز وشموخ ومجد وقولي لكل الناس هذا الوطن غالي هذا الوطن غالي مساكم الله بالخير والسعادة مشاهدينا في ثاني ليالي رمضان المبارك وين ما كنتوا تتابعونا على شاشة تلفزيون البحرين أقول لكم تقبل الله صيامكم وطاعتكم مساك الله بالخير نيلة
مساك الله بالنور والسرور يا حسن. مساكم الله بالخير مشاهدينا، مساكم رحمة وغفران لكم جميعا. وأكيد نرحب فيكم في برنامج السارية اللي راح نطلع عليه خلال برنامج أو راح نطلع عليه خلال هذا الشهر الفضيل، وأكيد هدفنا منه إسعادكم ومشاركتكم الأجواء الرمضانية بهوية شعبية تزامنا مع اختيار المنامة عاصمة السياحة العربية لعام 2020. فأكيد هذه فرصة نعزز من خلالها هوية الموروث البحريني ونتعرف أكثر ونتعمق في تاريخ مملكتنا الحبيبة مملكة البحرين. طبعاً نيلة، وقبل لا نبتدي معاكم في مسابقتنا اليوم، اسمحوا لي أن أشكر سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة الداعم الأول لهذا البرنامج، وأيضاً لجنة رياضات الموروث الشعبي، وأيضاً شركة الاتصالات الأولى بمملكة البحرين بتلكو على الدعم المقدم لهذا البرنامج. أكيد حسن، وطبعاً ما ننسى أن نرحب بالغالية فنانتنا القديرة سلوى بخيت. يا هلا ومرحبا بأم هلال. حياك الله حبيبتي، حياك الله يما حسن، مساك الله بالخير. الله يمسيكم بالخير ويمسي جمهورنا الجميل بالنور والسرور. يا الله إن شاء الله شهر مبارك وصيام مبارك. الله ما شاء الله اليوم منورة بهاي الثوب الجميل اللون الحمر، دائما مختلفة أم هلال، الله يحفظك إن شاء الله. هذا بعضي ما عندكم. الله يخليك. طبعا حسن، إيش رايك نذكر المشاهدين بآلية المسابقة أو شنو هي مسابقتنا اليوم في برنامج السارية؟ أكيد طبعا، يمكن في بداية المسابقة أمس يعني تعرفنا معاكم شوي وعرفناكم على طريقة المسابقة. بيكون عندنا إن شاء الله ثلاثة أسئلة، كل سؤال بيحمل مبلغ نقدي لكم. السؤال الأول بيكون قيمته 100 دينار، والمدة الزمنية للإجابة 30 ثانية. السؤال الثاني بيكون بقيمة 300 دينار وأيضا المدة الزمنية بتكون 30 ثانية. أما السؤال الثالث يا نيلة ب 500 دينار بتكون المدة للإجابة 20 ثانية بس من غير أي وسيلة مساعدة. وللأسف إذا ما عرفوا يجاوبون سؤال الخمسمية لا رح يرجعون للمئة دينار. أكيد ما حد خسران ويانا مشاهدينا. لازم نقول لكم أن عندنا أيضا الديرة اللي رح تكون معاكم يوميا مع أم هلال. الديرة هذه فيها تقريبا 32 اتجاه، هي بوصلة اخترنا منها 4 اتجاهات. عندكم الياه، القطب، مطلع ومغيب. طبعا هذه هي الاتجاهات الأساسية، الياه هي الشمال، القطب هي الجنوب، المطلع هي الشرق، ومغيب هي الغرب. طبعا مثل ما ذكرنا الأسئلة إن شاء الله الجوائز النقدية بتكون مقدمة من شركة بتلكو للاتصالات، بس المفاجأة الجميلة إن شاء الله في هذا البرنامج بيكون عندنا يا نيلة 7 سيارات مقدمة من لجنة رياضات الموروث الشعبي. بإذن الله بيتم السحب على كل سيارة كل جمعة، وثلاثة أيام العيد كل ليلة بتكون عندنا إن شاء الله سيارة. بنشوف معاكم سؤال المسابقة وشلون تشتركون معنا، وأكيد بنرجع نتواصل معاكم. الخليفة بدا زين المثايل، هيض هنوض براق ينوض، بارج في ثقيلات المخايل، سامر بالدجا برقه عروض، ينثر الغيث من وبله حمايل، راسي واني مشيه يروض، جعل يسقي لنا ذيك المسايل، من بلادي ويروي كل روض، دارنا وامنا دار الحمايل، كل دار سواها ما تعوض. هذا الفيديو أو بتنعرض هذه القصيدة يوميا إلى يوم الجمعة، ونبي نعرف من القائل أو من الشاعر لهذه القصيدة عشان تقدرون أن أنتوا تشاركون في مسابقة السيارة. إن شاء الله مثل ما ذكرنا كل جمعة بيكون هناك سحب على السيارة، بس خلونا مشاهدينا نشوف طريقة المشاركة في مسابقتنا. شنو اللي يتطلب منكم للدخول للموقع الإلكتروني؟ بنشوف شلون طريقة السؤال وشلون بتجاوبون عليه عشان تدخلون السحب. خلونا نشوف. للدخول في السحب على جوائز السيارات في برنامج السارية، أرسل كلمة موروثنا عبر رسالة نصية قصيرة SMS عبر الأرقام التالية
باتلكو 94444، زين 94499، STC 88880. تكلفة الرسالة 500 فلس. هذه كانت طريقة المشاركة في السيارة في السحب على السيارة. لكن مشاهدينا، للمشاركة في مسابقتنا يتطلب منكم الدخول على الموقع الإلكتروني الظاهر في أسفل الشاشة، تسجلون فيه بياناتكم والاسم الكامل وأكيد رقم الموبايل والرقم الشخصي، وبإذن الله بتكونون مشاركين ويانا وبنتصل فيكم عشان تكونون معنا في برنامج السارية. بدنا طبعا مثل ما ذكرنا من قبلنا، الجوائز النقدية إن شاء الله بتكون مقدمة من شركة باتلكو للاتصالات. وأيضا نذكر بأن السيارات السبع إن شاء الله اللي بتكون مقدمة بإذن الله بتكون من لجنة رياضات الموروث الشعبي، إن شاء الله بتذكير الفائزين إن شاء الله بيكون للسلام. الجوائز راح يكون عن طريق لجنة الموروث الشعبي، لأن عندهم بيانات كل الفائزين، بيتواصلون معاكم بيسلمونكم أكيد الجوائز. أم هلال أسمعكم، أنا ودي إن اليوم نستبشر خير وتأخذين أنت أول اتصال، شو رأيك؟ إن شاء الله. تفضلي. جاهزة أم هلال؟ اخذي الاتصال. تفضلوا. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. يا هلا أمي، حياك الله. نورة حبيبتي منورة. شكرا لك يا عيوني، على شهر مبارك إن شاء الله. مبارك عليك الشهر حبيبتي. علينا وعليكم على جميع المسلمين. رفعي صوتك أمه، رفعي صوتك بديتك شوي. فولك. إن شاء الله. يسك مش حبيبتي الاسم؟ سامية. سامية، عشت لها سامي. جاهزة يا سامية؟ عيني. إن شاء الله. جاهزة، عين ما دام أنت جاهزة نشوف الديرة وين بترسيك. إن شاء الله. يلا يا سامية نشوف الديرة وين بترسيك مع أم هلال. يلا أوكي. مغيب. فيلم قيب. يلا. أنزين. السؤال يقول، ما هو الشيء انطقيته طار وانشقيته طار وانقطيته طار وانخشيته طار؟ ها، 30 ثانية. يلا يا سامية. ها، طار. والإجابة في والإجابة سامية. ها سامية، وينك امي؟ سامية معانا؟ نعم. تحت شاي سامية. سامية يمه كنا تتصقلين. صقلي شو اسمه؟ سامية. طار قاعد كنا قال الطار. ما قال الطار للاسف. سامية ما جاوبت السؤال. سامية معانا؟ نقطع الصوت لو عطوها مجال. سامية معانا ولا؟ موجودة. أنا سمعت أنت قلتي طار صح سامية؟ إيش قلت؟ قال الطار. قال الطار. قال الطار. حسن صح. لا أنا جوابك صح. أنا أقول أم هلال كني سمعت إنه قالت. إيه، 100 دينار مقدمة من باتلكو. بس حبيبتي رفعي صوتك وركزي. ركزي. سامية. سامية. نعم. نعم الله عليك حبيبتي سامية، بيش تسمعيني زين وتركزين معاي واللي سلمت إن شاء الله. سؤال 300، ما زلنا في الألغاز الشعبية، شنو الشيء المقصود من هالوصف؟ سمعيني. أوكي سمعيني. إن كنت شاعر ولك في الشعر حاس وداس، شنو اللي يمشي قبة بلي راس؟ يلا يا سامية. ها يلا يا سامية. ها في البحر سامية. تذكري شنها وهو ترى لما شنو؟ لما واسم هو وناس وايد يحبونه ويأكلونه. شنو؟ في البحر، يمشي في البحر ويعض ولها ميدان. يا سامية يعوض. ها 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 سامية، للأسف الجواب هو القبقب.
فزتي معانا ب 100 دينار مقدمة من شركة باتلكو. ألف مبروك لك يا سامية. مبروك مبروك لك سامي، يعني حاولنا كثر ما نقدر ان شوي نساعدك، مع ان حتى السؤال الاولي يا سامي لا يا صوتك كان ما يسمع، بس الف مبروك. لا وايد ما في حد خسران معانا ام هلال، الحمد لله فازت بال 100 دينار. ايش رايك احنا ننتقل حق المتصل الثاني، ان شاء الله يكون متشجع اكثر وعنده درايه اكثر. نقول الو مساء الخير. الو مساء الخير. الو مرحبا، من معانا؟ رياض معانا على الهواء. مساء الخير رياض. رياض ما يبي يجاوبنا. شلونك؟ يا هلا. الحمد لله. مبارك عليك الشهر. مبارك علينا وعليكم. شلون رمضانك ثاني يوم؟ الحمد لله بخير. الحمد لله. رياض ان شاء الله جاهز كذي ابيك، يعني حاضر معانا. على الله. ايش رايك نبتدي نروح عند ام هلال عشان تعطيك الديره؟ نبتدي. يلا يا رياض، ام هلال عندك. يلا يا رياض، ما دام انك جاهز نشوف الديرة يما وين بترسيك. رياض بالياه يعني. نعم. شمال يا رياض. معاي رياض؟ معاك. وقفت طبعا على الخيل. معاي رياض، انت قاعد تسمعني؟ ايه اسمعك. تمام رياض، طبعا احنا مهما تكلمنا ووصفنا الخيول العربية الأصيلة بنكون مقصرين بالوصف، كفاية إنها من الكائنات اللي أقسم بها الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم، وتحديدا في سورة العاديات، واللي قال والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا، صدق الله العظيم. ولو بنبحر في جانب ثاني واهتمام وعلاقة أسرة الخليفة الكريمة كطبعا مع الخيل، راح تحتاج لبرنامج كامل عشان نعطي هذا الحديث حقه، ولكن يكفي أن آل خليفة حافظوا على هذا التقليد العربي الأصيل وتوارثوه إلى هذا اليوم. عشان كذي بنلاقي في ارتباط كبير باسم الخيل العربية الأصيلة بالبحرين منذ القدم، واللي نالت خير عناية من حكام البحرين وصولا لهذا اليوم. رياض. نعم. سمعت الكلام الحلو اللي قاله حسن؟ سمعت. هذه كلها كانت مقدمة لأنه وراء السؤال. سمعت الكلام الحلو اللي قاله حسن؟ سمعته. تمام، خلني أنا أسألك السؤال الأول. يقول لك إن في حلقات من المعدن يصنعها الحداد، واحدة منهم تكون للفارس والثانية تكون للفرس تحت مسمى الركاب والحدوة، حلو؟ نعم. أي واحدة فيهم تكون للفارس وأي واحدة فيهم تكون للفرس؟ أبيك تقول لي. الركاب حق من؟ الركاب حق الفارس. والحدوة؟ حق الفرس. والحدوة حق الفرس. نثبت لك الإجابة. ألف مبروك لك يا رياض، 100 دينار. جوابك صحيح. سلام عليك رياض، فزت معانا بال 100 دينار. بتواصل رياض، شكله معلوماتك زينة في الخيل. أواصل. نواصل نروح حق 300. أم هلال بنواصل معاه. نواصل إن شاء الله. سؤال الثاني بإذن الله بتفوز بال300 مثل ما تقول لك أم هلال. رياض، من المعروف أن للخيول عدة ألوان، صح؟ صح. ومنها لون يسمونه الأدهم. سؤالنا يقول ما معنى كلمة أدهم؟ الخيارات اللي عندك: اللون الأسود أم اللون البني الفاتح أو اللون البني الغامج. عندك 30 ثانية. يلا يا رياض، ما معنى كلمة أدهم؟ شنو اللون اللي يرمز للأدهم؟ وجريب من شنو رياض تقريبا يعني؟ الأسود. ليلة دهماء. شنو قال؟ أنا سمعت الجواب. ليلة دهماء. رياض شنو جوابك؟ الليل شو يوصفونه به؟ الأسود. خلينا نثبت على الأسود. الحمد لله. فعلا اجابتك صحيحه رياض، وتاهلت من ال100 لل300. مبروك عليك ال300 رياض. رياض يا سلام عليك، اخذت ال300 دينار. ناوي تواصل لل500؟ خير الامور اوسطها. خير الامور اوسطها، لكن انا اقول لك واصل. سؤالك الجاي بعد ان شاء الله بيكون سهل. خير الامور اوسطها. ما تبي تواصل؟ لا بنساعدك رياض، ترى فيها 500. بنساعدك يمه.
أم هلال موجودة، توكل على الله. يلا توكل على الله. إن شاء الله توكل على الله. يقول لك سؤالك الثالث، في عام 1898 أقام المغفور له الشيخ عيسى بن علي آل خليفة طيب الله ثراه بإهداء فارس أو الفرس الأصيلة اللي اسمها الدهمة إلى والي مصر عباس باشا حلمي، وإلى هاليوم لها نسب وسلالة، لكن والي مصر أطلق عليها اسم آخر، شنو الاسم اللي أطلق عليها؟ 20 ثانية تفضل. ها يلا يا مهلال سعدي عاد. بنتنا ترى بنتنا 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 يلا يا رياض. بنت ديرتنا رياض. بنت ديرتنا بنت ال بنت الديرة بنت عاد ايش اسمها؟ شو اسم ديرتنا؟ البحرين. بنت البحرين ثبت. 500 دينار ألف مبروك، مقدمة من شركة بتلكو. ألف 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 مبروك رياض، كلنا متحمسين كنا معاك في 500. قلت لك أنا واصل وإن شاء الله فالك 500، والحمد لله فالك 500 دينار. مشاهدينا طبعا هذه كان المتصل اللي خذ 500 دينار. إيه طبعا وساعات يعني فعلا في مجال أن نساعد إذا كانت شوي لجابة شذي خفيفة وسهلة. إيه على المشاهد نفسه. إيه مهلال ما قصرتي أنت أكيد. بنت بنت الديرة بنت الديرة. إيه مشاهدينا بما أننا كنا قاعد نسولف عن الفرس والخيل، خلونا نشوف هالفيديو عن الخيل وراجعين. تعد مملكة البحرين إحدى المناطق الغنية بالخيول العربية الأصيلة، حيث ارتبط اسم الخيل العربية الأصيلة بهذه المنطقة منذ القدم. فقد أولت الأسرة الحاكمة في مملكة البحرين اهتماماً خاصاً بالخيل العربية الأصيلة، وذلك بالحفاظ على سلالتها ونقاوتها، والتي حظيت بالعناية الفائقة، حيث سميت خيل البحرين بخيل الجوع تشبيها لها باللؤلؤة التي هي منقاع البحر. وتعتبر الجياد العربية الأصيلة رمزا للقوة والمنعة في التاريخ البحريني. وتذكر روايات المختصين بالسلالة العربية أن البولنديين تعرفوا على الخيل العربية منذ القدم بفضل علاقاتهم التجارية مع الشرق العربي، حيث امتلكوا بعض الأفراس العربية. وعندما قرأ البولنديون عن البحرين وما تمتلكه من خيول عربية أصيلة، أرسل ملك بولندا مستشاريه لشراء أفضل السلالات الموجودة في البحرين، ما يؤكد على قوة الخيل البحرينية ونقاوة سلالاتها. فلطالما كان حكام البحرين منذ القدم يقدمون الخيل البحرينية كهدايا، ما يدل أيضا على أنها إرث ثمين لمملكة البحرين ولحكامها. فقد أهدى الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة حاكم البحرين، أهدى الحكومة البولندية عام 1931 للميلاد الخيل التي تسمى كحيلان عافص، والتي كانت رمزا للخيل البحرينية، حيث أطلق عليها أسطورة البحرين، وهي التي أنتجت أكثر من 840 رأسا من الخيول العربية الأصيلة.
طبعا مشاهدينا رجعنا لكم مع الأجواء الجميلة في القرية التراثية، وكنا في لقطات من العريش قاعد نشوف سحور اليوم مع نسوان الفريج وش قاعد يجهزون لنا الليلة حق السحور. متحمسين طبعا. أنا متحمس يعني ما شاء الله، البارحة أم هلال كلنا خوش عشا الصراحة، شيء عدل كان. تذكرين شنو كان؟ شفت الهريس؟ يا سلام الهريس ما كان فوقه فوق مكبوس لحم. يا سلام، ونوعين المكبوس يتعب الواحد شوي ما يعرف شنو يختار. أنا تعبت مجرد من النظر له. تمام ان شاء الله اليوم بعد سحورنا يكون جاهز، وعلى قولتهم ناكل مع بعض ان شاء الله. طبعا بنتواصل معاكم مشاهدينا، الاسئله ان شاء الله بتكون حماسيه اكثر واكثر. نذكر ان جوائز النقديه كلها بتكون من شركه باتلكو للاتصالات، وبناخذ مكالمه جديده معاكم. نقول الو مساء الخير. الو مساء الخير. الو مرحبا صفيه. الو صفيه معنا. صفيه الو مرحبا، يا ريت تسمعونا من التليفون. الو 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 مرحبا صفيه. نعم نحمد الله عليك، مبارك عليك الشهر صفيه. صار لنا ساعه نقول لك مساء الخير. انت معنا مساء النور. اقول انا مساء النور بس وقت. شلون امورك؟ بشرين شلون رمضان معاك؟ الحمد لله كل شيء تمام لله. الحمد لله جاهزه ان شاء الله. صفيه معليش امر ترفعين صوتك. صفيه تسمعيننا؟ صوتي يا اسمعكم. الحمد لله اهم شيء انك تسمعيننا. صفيه جاهزه حق المسابقه؟ خلينا نفر الديره، ايش رايك؟ يلا نفر الديره. نعم ما دام انك جاهزه يا صفيه نشوف الديره يما وين بترسيك. شوف الديرة وين بترسيك يا صفية. مغيب معاي صفية إن شاء الله بتكون على المفردات الشعبية. بس الحلو اليوم أنه موجود معانا أستاذي القدير محمد جمال معد هذا البرنامج اللي إحنا شخصيا استفدنا منه الكثير. أكيد بننتقل له علشان السؤال يشرحه لك بطريقته، من بعدها بنشوف شنو إجابتك على هذا السؤال. مساك الله بالخير استاذ محمد جمال، مبارك عليك الشهر. علينا عليك مساك الله بالخير، واتمنى ان شاء الله لكم صيام وقيامه. تفضل. تبين اقول السؤال الحين؟ اي نعم، نبي شرح منك استاذ محمد جمال حق المتصله صفيه، من بعدها بنسالها السؤال. طيب يا اختي صفيه، في زمان اول تشاس النايلون ما كانت بهالوفره، فلما نروح حق راعي الدكان نودي معون علشان نشتري فيه، يعطونا معون مثلا الوالده تعطينا مثلا صفريه صغيره تقول لي روح حق حج عبد الله يقول له يحط لك ثمين تمر في المعون. فراعي الدكان ياخذ الصفريه ويحطها في كفه الميزان، بطبيعه الحال تنزل ثقيله. اذا حط تمر فيها معناه قشني، لان ينحسب وزن المعون من وزن التمر، فلازم يحط شيء ثاني في الضفة الثانية مثل الميزان في الدفة الثانية عشان يتساوى. يحط عيش، يحط عدس، يحط أي شيء لين يتساوى، تالي يحط الثمين وزن الثمين اللي هي رطلين، ويحط التمر. العملية ذي اللي حق الميزان اللي سواها شنو أطلق عليها قبل؟ هذا السؤال أرجو أن لا يكون صعب. تفضل يا بوي. صفية في خيارات اعتقد مش كذي؟ اكيد طبعا اعطوها خيارات. صفيه سمعتي السؤال؟ اي سمعت. سمعتي؟ اي. انزين خياراتك، هل الكلمه يساوي يوازن ولا يعاير؟ نبي الكلمه الشعبيه مالت الاول. اي كلام من الاولاني شو نقول؟ اي كلمه فيهم يساوي ولا يوازن ولا يعاير؟ ولا يعاير؟ ها اي كلمة؟ صح يعاير. ثبت لها يعاير. يعاير قالت الاجابه. الف مبروك يا صفيه، عليك ال 100 دينار مقدمه من شركه باتلكو. مبروك صفيه. بتواصلين معنا صفيه؟ اي مواصل. يا سلام يلا نواصل. ها نواصل صفيه؟ اي. يا سلام عليك. يلا الظاهرنا صفية عندها ثقة إن شاء الله. إن شاء الله. صفية قبل السؤال بنشوف معاك صورة، ومن بعدها إن شاء الله بنسألك السؤال. ركزي على الصورة. يلا يا صفية نشوف معاك الصورة.
شفتي الصورة مها صفية؟ لا لا لحين لحين محتفظ لح ما شفتي الصورة؟ مو موجودة على الشاشة؟ لا صفية وضحت الصورة طلعت على الشاشة؟ على حين نعطيك الخيارات شفنا احنا صورة مها معاي انتي؟ ايه معك السؤال يقول شنو اسم الشعبي للمها؟ هل هو الوضيحي؟ العنود؟ او الخشف؟ الاسم الشعبي الشعبي الوضيحي او العنود او الخشف؟ الاسم الشعبي العنود الاسم الشعبي العنود مثبت على العنود؟ ايه مثبت على العنود اجابتك للاسف صفية خاطئة لذلك صحيح. بترجعين فقط إلى 100 دينار مبروك عليك 100 دينار المقدمة من شركة بتلكو طبعا الاسم الصحيح للمها هو الوضيحي يسمونه الوضيحي باللهجة الشعبية وإحنا قلنا الاسم الشعبي بس يمكن بعد شوي تدادوها العنود بعد شوي يمكن اسم شعبي مع أن حاولنا شوي في ناس يعني تخربط يمكن بين هذه الأسامي صحيح مشاهدينا خلونا نطلع فاصل قصير ومن بعد راجعين لكم من برنامج السارية لا تروحون بعيد للمشاركة في برنامج المسابقات السارية الرجاء الدخول على موقع المسابقة www.assaria.tv وتسجيل البيانات المطلوبة الاسم الثلاثي رقم الهاتف والرقم الشخصي ثم الضغط على زر المشاركة مع تمنياتنا لكم بالتوفيق مشاهدينا ما زلنا متواصلين معاكم في برنامج السارية طبعا اسمحوا لي أن أشكر سيدي سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الداعم الأول للبرنامج وأيضا إلى لجنة رياضات الموروث الشعبي وأيضا إلى شركة بتلكو على دعمهم لهذا البرنامج طبعا نيلة مثل ما ذكرنا اليوم في مسابقتنا الجديدة مسابقة السحب على السيارة أكيد. خلينا مع المشاهدين مرة ثانية نرجع نذكرهم بطريقة المسابقة ونشوف السؤال مع بعض يلا الخليفي بدا زين المثايل هيضه نوض براق ينوض بارج في ثقيلات المخايل سامر بالدجا برقه عروض ينثر الغيث من وبله حمايل راسي واني مشيه يروض جعل يسقي لنا ذيك المسايل من بلادي ويروي كل روض دارنا وامنا دار الحمايل كل دار سواها ما تعوض للدخول في السحب على جوائز السيارات في برنامج السارية أرسل كلمة موروثنا عبر رسالة نصية قصيرة SMS عبر الأرقام التالية باتلكو 94444 زين 94499 STC 88880 تكلفة الرسالة 500 فلس إذن هذه كان سؤال المسابقة أكيد للسحب على السيارة
بإذن الله، بس المطلوب منكم تعرفون اسم الشاعر. نذكر الفائزين بأن استلام الجوائز راح يكون عن طريق لجنة الموروث الشعبي، إن شاء الله عندهم بيانات الفائزين، بيتواصلون معاكم بيسلمونكم الجوائز. طبعا الجوائز بتكون نقدية مقدمة من شركة الاتصالات الأولى في مملكة البحرين، شركة بتلكو. أيضا جوائز السيارات بتكون مقدمة من لجنة رياضات الموروث الشعبي. ايش رايك حسن الحين ناخذ اتصال جديد؟ لازم عشان نشوف مع المتسابقين شوي، لكن قبلها شنو عندنا ضيوف. اوه يا ما سلام، شاء الله ما شفت انا معطيتهم ضيوف اليوم. الظاهر ام هلال عندها توقيت معين يونها نسوان الفريج. اكيد يا سلام، شال جدوع الحلو. مساكم الله بالخير. عليكم السلام، حيا الله. عليكم السلام، عندك هذه القعده الحلوه، حياك الله. هاي كنا ام هلال، كنا عقيلي ذي ولا شنو؟ زلابي وعقيلي. خنفروش وزلابي. راحت على الزلابي. يا سلام. زلابي وقهوة. يلا عليكم بالعافية. عافيك. احنا هني مع المتصلين وانتم تتقدعون. اي نعم، هذه عرق الخنفروش البحريني الاصلي. هاي يختلف ام هلال ها؟ ويها. المكونات تختلف. صبته صبة. ولا الزلابي عود؟ ها. ها هذه الزلابية. يا سلام. الأصلية البحرينية. يا سلام سلم. عليك بالعافية. بس الله الله تعرفين. مشاهدينا خل نرجع حق اتصالاتكم نشوف من المتصل معنا. نقول ألو. ألو. ألو يا هلا ومرحبا، مبارك عليك الشهر يا زينب. مبارك علينا وعليكم الشهر. شلونك؟ الحمد لله الله يسلمك. شلون رمضان وياك؟ الحمد لله الله يسلمكم. زينب إن شاء الله تكونين جاهزة حق مسابقتنا. إن شاء الله. يلا زينب دام انت جاهزه ننتقل حق ام هلال، تخلينا شوي الحلو على برد شوي على كتر وتفرين الديره مع زينب. ان شاء الله ان شاء الله. ما دام انت جاهزه باذن الله بنشوف الديره وين بترسيك. يلا يا زينب بنشوف الديره وين بترسيك ان شاء الله. وين مطلع زينب؟ سؤالنا بيكون عن الـ عن الـ عن الحرف الشعبيه معاي انتي. ايه شوفي قبل السؤال بنشوف صوره مع بعض على الشاشه، من بعدها برجع اسالك. شوفي الصوره عدل، خلينا نشوف الصوره. ان شاء الله. الصوره موجوده؟ ما طلعت الصوره. نفسها يا زينب بتكون حق ثلاثه اسئله، ركزي عدل. ثلاثه اسئله ان شاء الله. تمام، اسال السؤال ان شاء الله. بسم يلا الله. يقول لك ماذا يطلق على هذه الحرفه التي يقوم بها الرجل؟ هل هو الفراش، الوساد، أو القطان، أو النداف؟ القطان هو النداف. إيش رايك؟ القطان. نثبت؟ إن شاء الله. يلا نثبت لك. وإجابتك صحيحة زينب، فسي معانا ب 100 دينار، مبروك عليك. ألف مبروك يا زينب، 100 دينار. زينب. هلا هلا. نواصل ان شاء الله. لا معلوماتها زينه ترى، انا اي شكل معلوماتها زينه اكيد بنواصل. ايش رايك ناخذ السؤال الثاني بقيمه 300 دينار؟ يلا بسم الله. بسم الله. بما ان قلنا ان هذه إيه هو النداف او القطان، نبي نعرف الاله اللي يعمل عليها هذه النداف شو يسمونها؟ اعطيك خيارات. اي وايد احسن. هل هي الوتر ولا الخيط ولا القوس؟ التايمر معاك 30 ثانية. ها عيد الخيارات. الوتر، الخيط، ولا القوس؟ ها هاي يا ام هلال. ها عاد انت يقول من ثلاث ايام ما ياني خبر. من ثلاث ايام ما ياني خبر. زينب. القوس. القوس. ثبتي. ثبت. ثبتي. نثبت القوس. بسم الله. ثبتي. ألف مبروك يا زينب، هذه 300 دينار. مبروك عليك زينب ب 300 دينار من شركة بتلكو للاتصالات. بتواصلين معانا وندش على السؤال الثالث ب 500 دينار؟ لا لا وقف على طول بتنسحب زينب. على طول خفتي؟ ما بتقوين قلبك يعني وتدشين معانا؟ لا 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 خلاص براحتك. مبروك عليك 300 دينار من شركة بتلكو. يا اما من خاص فيلم
من خف سلم صحيح وخير الامور الوسط بس حمل لله ظهرين هي يما عاد انت دائما رايك تبين الناس يكتفون بال 300 دينار مو عندي يكتفون يما بال 300 تخافين عليهم بس انا اخاف ان تروح ويصفون على ال 100 اما ما بيطلعون خاليين اكيد لا بيظهرون ب 100 لكن تظهر ب 300 ولا ب 100 اكيد زين انا بسالك سؤال قبل ما ناخذ المتصل الثاني ايش رايك في الحرف والمهن اللي كانت موجوده من ايام قبل وما زالوا محافظين عليها اليوم يا سلام انا اعتز وافتخر يعني اعتز وافتخر باللي يمارسون بحرف ومهن اهلهم يا سلام بطريقه طبعا حديثه محدثه الالات والمكاين كلها يعني صارت جديده وحديثه فاللي واصل في مهنه هله ولا يعني نفس الحمد لله يعني يعني ما شاء الله ام هلال ونيله يعني حتى كثير من الشباب الحين نشوف نفس ما ذكرتي يحافظون على مهنه اجدادهم وما زالوا ما زالوا يشتغلون في بعض الحرف الشعبيه اللي فعلا تقولين الحمد لله يعني اللي خلف ما مات اكيد فتشوفين مستمرين ام هلال ناخذ الحين مكالمه اي نعم يلا نقول الو مساء الخير الو مرحبا مساء الخير الو نهله هلا والله مساء الخير شلونك كل عام وانت بخير مبارك عليك الشهر مساء النور علينا وعليك نهله مستعدة اي نعم نروح حق الديره مع ام هلال نروح يلا نروح يا نهله ما دام انك مستعده وجاهزه نشوف الديره وين بترسيك يلا يا سلام نشوف الديره وين بترسيك يا سلام السارية مرة واحدة يا نهلة مبروك 500 دينار مبروك الله يبارك فيك نهلة تستاهل مستانسة نهلة ما تبي تردين علينا هي صافية هي مستانسة هي ما في سؤال عليك بالعافية يا نهلة 500 دينار مقدمة من شركة بتلكو شنو الشعور كذي نهلة بدون سؤال فستي الحمد لله الحمد لله أحلى شعور ها نهلة قبل لا تروحين أبيش تقولين لي تعرفين شن هي السارية بما أن طلعت لك السارية السارية هي العمود اللي حطونه في السفينة يا سلام عليك شاء الله اللي يخلونه في السفينة وهي سارية العلم سارية العلم يا سلام عليك يا نهلة ونقول لك ألف مبروك 500 دينار المقدمة من شركة بتلكو تستاهلين كل خير مبروك على الجائزة من شركة بتلكو أم هلال احنا نفرح حتى أمس احنا لما أحد يفوز يعني ما شاء الله وترينا عدد المشتركين معنا يمكن فاقوا المليونين ما شاء الله ما شاء الله إيه تبار أكثر وصلنا لثلاثة ما شاء الله وصلنا ل 3 مليون الله يزيد ويبارك وان شاء يعني الله ما حد يطلع خسران ما حد قاعد يطلع خسران وهذه الجوائز الحلوه اللي قاعد تطلع من سارياتنا للناس هذه جدا جميله صلوات على النبي طبعا بناخذ اتصال جديد عندنا اتصال جديد اذا قبل ان ناخذ اتصالنا الى نروح العريش مره ثانيه بنرجع اكيد نتواصل معاكم عندنا شيء
شاء الله ام هلال غبقتنا خلاص الظهر جهزت الغبقة انشبوا بس واحنا بعد جاهزين احنا بس ننتظر يبونها عشان تغبق مشاهدينا خلونا نروح فاصل بسيط وراجعين لكم نواصل برنامج السارية ان شاء الله. للمشاركة في برنامج المسابقات السارية الرجاء الدخول على موقع المسابقة www.assaria.tv وتسجيل البيانات المطلوبة الاسم الثلاثي رقم الهاتف والرقم الشخصي ثم الضغط على زر المشاركة مع تمنياتنا لكم بالتوفيق. مشاهدينا من بعد الفاصل واسمحوا لي ايضا ان اشكر سيدي سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الداعم الاول لهالبرنامج وايضا الى لجنة رياضات الموروث الشعبي وكذلك شركة بتلكو على دعمهم للبرنامج. نعم طبعا احنا بنكون مستمرين معاكم وبناخذ اتصال جديد ومتسابق جديد لان ما نبي نطول على الناس ان شاء الله. نقول الو مساء الخير. الو مرحبا مساء الخير. الو مرحبتين يا هلا من معاي؟ إيمان. إيمان كل عام وانت بخير مبارك عليك الشهر علينا وعليك إن شاء الله. إيمان شلون شفتي المسابقة؟ في أشياء صعبة ولا سهلة؟ خلينا نجرب حظنا إيمان معاك ومع أم هلال عشان ما نطول عليك. الديرة بتكون عند أم هلال. أم هلال نشوف يا إيمان الديرة وين بترسيك. نشوف الديرة وين بترسيك يا إيمان. وين مغيب إيمان؟ هلا. بتكون عن النباتات الصحراوية الأسئلة جاهزة؟ جاهزة. يلا إحنا قبل ما نبتدي في السؤال بنشوف صورة على الشاشة من بعدها بنتواصل ويا بختك السؤال بيكون عند أم هلال لأن أنا متأكد إن هي بتساعدك صراحة. خلينا نشوف الصورة. بنشوف أوكي. الصورة معاك يا إيمان من بعدها أم هلال بتسألك السؤال. ها شفتي الصورة؟ شفتي الصورة؟ ايه. انزين هذه النبتة او ذي النبات شي يكون؟ هل هو نعناع بري ولا زهرة البر ولا الملبو؟ واضحة كأنه نيلة ولا الملبو؟ ها؟ الملبو الملبو الملبو. ثبت. مبروك صح. إجابتي صح في السماع عنا إيمان بمئة دينار. إيمان نعم نواصل إن شاء الله. نواصل إن شاء الله. مركزة أنت ويانا؟ إيه مركزة؟ إيه. إنزين بنشوف صورة ثانية بتظهر لك على الشاشة وبعدها بنسأل سؤال ثاني. طالعي الصورة يا إيمان إن شاء الله. هذه من النباتات الجميلة والمعروفة واللي لها فوائد طبية وقدرة على تخفيف السكر في الدم وتستخدم كعلاج لتشمع الكبد وخموله وخمول وظائفه. نقدر ناكلها لكن لازم نغسلها زين ما زين لأنها تعتبر من النباتات الزاحفة. شوفيها يا إيمان سؤالك يقول شنو اسم هذه النبات؟ شنو اسم هذه النبات؟ الخيارات البلوط الشمران ولا الحوة؟ الحوة. الحوة مفسد. ما شاء الله عليكم انتو تجيبي تحرجوني معاه اذا ما ساعدتها. الف مبروك يا ايمان هذه 300 دينار. ايمان مبروك عليك. الله يبارك فيكم ان شاء الله. ايمان حبيبتي واصلي شفتك ان شاء الله بتاخذين ال 500 باذن الله. واصلي ايمان بتواصلين معنا ان شاء الله. ان شاء الله. خلينا نشوف هذا الفيديو من بعده بنسالك السؤال. ساعدوني ان شاء الله. باذن الله بنساعدك لا تحاتين. ان شاء الله بنساعدك. يلا خلينا نشوف. مساكم الله بالخير. الله يحييكم في برنامج الساريه. وحبينا اليوم نتكلم عن النباتات الحولية، نباتات اللي عندنا في البحرين.
نباتات الحولية، نباتات الوسم، وسم وسمة البلاد ويانا المطر، تطلع عندنا بعض النباتات وتخفى على بعض الجيل الحاضر، ودنا احنا ننفع به عيالنا والأجيال إن شاء الله الطالعة هذه، نبيهم يعرفون نباتات البلد، والنباتات كثيرة، ولكن بشيء موجز الحين بنعلمكم في بعض النباتات اللي عندنا. على سبيل المثال عندنا طال عمرك الخبيز، وعندنا الملبو، وعندنا الحوة، وعندنا كثير من الأسماء، سعدان، كثير كثير من النباتات الحولية. وبالنسبة عن النباتات الثابتة عندنا في البحرين بعد كثيرة نباتات طال عمرك، فيها العوسي، العوسي شجرات تعمر سنين، يعني في بعضها احنا شفناها ما زالت موجودة، توصل لها فوق 40 و50 سنة ما زالت موجودة، يطلع فيها نبت يقال له نبج، وعندك الصخبر، وعندك الهلثة، وعندك العقول، وعندك شجرة، عندك المرخ، عندنا المرخ في بعض المحلات الله يبارك، مرخه كثيف وحلو. نعم هذا النباتات الموجودة في البحرين وفيها كثيرة ما عديناها. نعم طبعا معلومات قيمة مع الأستاذ أحمد معيوف الرميحي قدمها لنا عن النباتات. إيمان ما زلتي معانا؟ إيمان؟ نعم نعم الله عليك. إيمان سمعتي أستاذ أحمد معيوف الرميحي كان يسولف عن العوسي، سمعتي؟ إيه الحمد لله. دام سمعته يعني إيمان السؤال بيكون عندي، أنت قلتي سمعتي؟ إيه المطلوب منك اسم هذا النبات، ما اسم هذا النبات اللي طلع في التقريب مع الأستاذ؟ إيمان ترى تكرر تكرر. إيمان أنا شو قلت لك؟ مركزة معاي؟ قلنا العوسي. العوسي مثبت؟ بس قالت مبروك. قالتها خلاص مبروك عليك إيمان. مبروك يا إيمان. 500 دينار مقدمة من شركة باتلكو للاتصالات. يريحتين الحمد لله في حلقة 500 جديدة. الحمد لله. مبروك عليك. يمكن مثل هالنباتات اليوم ما نستخدمها في الطب لأن الأغلب صار يروح حق وصفة طبية من الدكتور في المستشفيات، لكن الحلو إن نطلع أو نطلع على الحلول الطبية للقدماء. يا سلام ويا نيلة مع فوز إيمان الغبقة وصلت لنا ليه عندنا. يا حلو ويا مرحبا. يا سلام عليكم. يعطيكم إن شاء الله العافية. يا ربي علينا احنا بالعافية إن شاء الله يا أم هلال. ما شاء الله ما شاء الله. أم هلال عدو اللي سلمت خلينا نختم وني معاك. إن شاء الله لا ما لا بوجيس ولا بمدديك. كل مبروك يا أم هلال. ما بمدديك أبد. الحين مشاهدينا طبعا مثل ما شفتوا غبقتنا احنا وصلت، نقول لكم ان شاء الله بنتواصل معاكم بكره باذن الله في برنامج الساريه الساعه 10:30 بنفس التوقيت اللي طلعنا فيه اليوم انا وزميلتي نيله واكيد العزيز الغالي ام هلال. اكيد. وقبل لا نختم معاكم البرنامج اسمحوا لي ان اشكر مره ثانيه سيدي سمو الشيخ ناصر بن حمد ال خليفه الداعم الاول للبرنامج ولجنه رياضات الموروث الشعبي وايضا شركه باتلكو على دعمهم الكبير المقدم لهذا البرنامج. كذي نكون احنا وصلنا للنهايه، نلقاكم بكره ان شاء الله في الساريه، تصبحون على خير.